انا هنا حطيت الرسمه، حطيت تحتها ورق الكربون مثل ما نعمل دائما في اي رسمه، ثبتها ونقلت الرسمه على اللوحه على الشيء هذه. هذه رسمه الاوركي طلع عندي، انا حبيت افاجئكم اياها من قريب لانها من بعيد ما هي واضحه. هلا شو راح نعمل؟ نبتدي نرسم الاوركيد. طبعا جبت الالوان اللي راح استخدمها مثل ما انتم شايفين. بالاول ما بين الابيض، بالاول راح نحط الابيض اوكي، لانه هنا في الوان غامقه فما برتب لي الالوان مزبوط. خلوني استخدم فرشاه احسن. بالمره اجيب قدام الماي لاني نسياه. يلا في بعض الاماكن سبحان الله ما تبين فيها الرسمه، بس مو مشكله. طبعا ما راح ارسم معاكم كل اللوحه لانه ما اقدر اصور كل شيء، فراح نشوف مع بعض زهره واحده ثم ان شاء الله انا اكمل الباقي. طبعا هنا نحتاج نضيف لها شوية لون، ما راح نخليها كده بيضة، بس خليني اعدل كده هذه الحافة حقها. المرة راح اشتغل الجزء اللي فوق حتى يطلع التلوين مرة واحدة اوكي. هلا شو راح اعمل؟ راح اجي شوي باللون الاحمر كده. طبعا دائما هذه الخطوة نعملها قبل لا ينشف اللون. طلع معي كتير مو مشكلة، خليني اغطي شوي بالقرش. نحن راح نعمل كده. هذه الخلفية هذه راح احطها غامقة لانه فوقها راح يجي لونين فاتحين، فحباهم انا يبانوا. هلا شو راح اعمل؟ ما راح ادمج بنفس الفرشاة لحتى ما يصير عندي لون كتير غامق. فرشاة نظيفة بشتغل بهذه الطريقة. طبعا المكان اللي احس انه اللون صار عندي كتير غامق، انا ما اتوقع انه يبان عندكم الشغل لانه فلاش واضاءة وهيك. هلا شو راح نعمل؟ راح نجي للراس هذا حتى هو نضيف شوي كده اوراج. طبعا انا قبل لا ابتدي ارسم شفت رد نانو الله يسعدها اللي هي ناهي العبود، قالت انه الورد بيزحم اللوحة. حتى انا شايفة انه بيزحم اللوحة، بس يلا بتعرفوا انا واحدة جالسة اتسلى، جالسة امارس هوايتي، فهيك فكرة وقلت خليني اجربها يعني وبنشوف النتيجة ان شاء الله تزبط. اوكي هلا راح اشغل الورقة الثانية، بس لانه هذا الطرف جوا حطيته غامق الثاني راح اخليهم فاتحين، هيك راح تبان الورقة اللي من ورا. اوكي يلا نرجع شوي ثم هنا. هذه الطريقة لما نستخدم فرشة ناشفة هيك بدرج معانا اللون بسرعة، خصوصا ألوان الأكريليك لأنه بتكون بتعرفوا ألوان الأكريليك بسرعة بتنشف. حبيت ارفع لكم لحتى تشوفوا لانه ما بعرف اذا ببين من بعيد ولا لا. اوكي طبعا انا هلا راح اكمل الباقي لانه من بعيد ما بيبان. اوكي هذه هي
ان شاء الله تكون واضحة عندكم. طبعا انا راح اشتغل كل زهور الاوركيد بهذه الطريقة، ثم ان شاء الله راح نرجع نشوف كيف نشتغل الورق. يلا ملك الحمد، انا هلا جالسة ارسم قلب الاوركيد. طبعا انا كنت وقفت اصور في البداية لان لاحظت انه ما بيبان الشغل، فقلت يلا ما مشكلة. حاولت اقرب التصوير اكثر واشوف ان شاء الله يزبط. يلا ملك الحمد. هذه المرحلة اللي وصلت لها بالرسم بعد ما رسمت ثاني أوركيد. معلش أنا ما صورت الخطوات بالضبط لأنه لما أكون بعيدة ما بتبان بالتفصيل، بس إن شاء الله اليوم رح نعمل هيك طريقة رسم الأوركيد. بحاول أشوف كيف أنزل الكاميرا لحتى تبان معي الخطوات بالضبط. أنا رح أكمل الرسم ونرجع نشوفها إن شاء الله بالآخر.